بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه في التيسيرات الفقهية: مسألة، إذا أرسلت لي عملة سعودية فهل يصح أن يعطيني الصراف عملة يمنية بدلا من العملة السعودية بدون قبضها؟ الجواب: هذه صورة أخرى فيها خلاف. إذا كان هناك شخص أرسل لك مالا بالعملة السعودية فذهبت لتستلمه من الصراف، فإن أخذته بالسعودي لم يكن هناك إشكال. إشكال اسم كان مؤخر بالضم، وهناك ظرف متعلق بخبر مقدم. لم يكن هناك إشكال، لكن لو قال لك: تريد المال بالسعودي أو تريد أصرفه لك؟ فقلت له: اصرفه لي بالعملة اليمنية. اختلف العلماء في هذه الصورة، والذي عليه الأكثر وهو فتوى عمر بن الخطاب وابن عمر أن هذا جائز، فقد صرفتها أنت، أنك الآن هي عنده موجودة بالعملة السعودية، فكونك تقول اصرفها فأنت الذي صرفتها في ذلك الوقت، والتقابض حاصل في مجلس واحد، إلا أنه نقص فقط أن تأخذها إلى يدك. اختلف العلماء في هذه الصورة، والذي عليه الأكثر وهو فتوى عمر بن الخطاب وابن عمر أن هذا جائز، فقد صرفتها أنت لأنك أنت الذي حولتها. هم قالوا لك: تريدها بهذه العملة أو بالعملة الأخرى، فأنت الذي صرفتها بنفس المجلس، وإقرار المال بأيديهم جار منك مجرى التقبيض وإعطاء المال، فقبضوا وقبضت في نفس المجلس، فما يضر على الصحيح. ومنع بعض أهل العلم من ذلك، منهم ابن عباس. والأحسن أن يأخذ إلى يده، أن يأخذه إلى يده ثم يصرف، خروجا من الخلاف، ولكن الذي يظهر هو الجواز. مثل لو كان عندك لي دين بالعملة السعودية، أتيت اليوم أطلبك مالي، قلت: ما عندي الآن سعودي، أحوله لك باليمني. فقلت: حوله. الآن إقرار المال في ذمتك مقام تقبيضي لك، أقررته عندك وأخذت منك عملة أخرى، هذا جائز على الصحيح. وهذه مسألة مشهورة عند الناس أنها جائزة. يكون عندك لي 1000 سعودي، آتي وأقول: هات العملة، هات 1000 السعودي. تقول: ما عندي. أقول: هات بصرف اليوم، بصرف السوق 160,000 مثلا. فالآن هذه مشهورة عند الناس الجواز. إذن الصورة الأخرى مثلها التي ذكرناها قبل، يرسل لك أخوك من السعودية 1000 سعودي، تذهب إلى الصراف يقول لك: ما عندي، هل تريد أن أصرفه؟ أو عنده ويخيرك، يقول: هل تريد أن أعطيك يمني أو سعودي؟ فلا يشترط أن تقبضه إلى يدك في هذه الصورة، لك أن تصرفه لأنه قد وصل بنفس العملة. لكن بعض الصرافات يصل مصروفا من قبل أنفسهم، يصرفونه من قبل أنفسهم، هذا يحصل في معاملات كثيرة من جهة قطر والكويت، يرسلون إلى اليمن مصروفة، يسلم هناك الصراف بالعملة القطرية أو الكويتية، ويصل في اليمن بالعملة اليمنية، هذا لا يجوز إلا على فتوى لبعض أهل العلم تقدم التنبيه عليها. ما هي الفتوى؟
عندك يا صلاح أنهم قالوا أخذ السند أو الشيك يعتبر قبضا، فاعتمد بعض الصرافين على هذه الفتوى وقد صدرت من إمامين من ابن باز والعثيمين وعن غيرهم أيضا. والأقرب لنا أن هذا لا يعتبر تقبيضا، فالسند لا يعتبر قبضا، والله أعلم. قلنا هذا جائز على الصحيح، أو عندك لي وديعة سعودي وضعته عندك أمانة وأنت وضعته في بيتك، فالتقيت بك في بلدة أخرى أو في السوق قلت المال السعودي الذي عندك، أريد المال زيادة أريد، قلت أريد المال السعودي الذي عندك، قلت هو ليس عندي الآن، هو في البيت، تريد أعطيك عملة يمنية، تريد أعطيك، هذا على البدل ويصلح أن يضاف أن، تريد أن أعطيك، تريد أعطيك عملة يمنية، فتقول نعم، فإقراري المال عندك هو جاري مجرى التقبيض، ولا يشترط أن آخذه إلى يدي ثم أعيده لك، فالصحيح أنه لا يشترط. والوجه الممنوع على الصراف عندما يذهب شخص إلى الصراف فيقول له الصراف ما عندك إلا يمني وقد صرفوها هم، يعني قد وصلت عنده أنه يعطيك كذا كذا بالعملة اليمنية، حولها عنده وكتبها باليمني، فأنت تأتي إلى الصراف وتقول له أرسلوا لي المبلغ بالسعودي، فيقول الصراف ما معك إلا بالعملة اليمنية وهو مكتوب عندي باليمني، فهذا لا يجوز لأنهم صرفوها هم بدون مقابضة، على الصحيح من أقوال العلماء. وبعض العلماء المتأخرين قالوا الذي أرسل المال قد أعطوه سندا وشيكا بالقبض، قالوا السند الذي فيه استلام المال وتحويله إلى عملة أخرى جاري مجرى القبض، وفي النفس شيء من هذا القول، وممن أفتى به الشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهما، قالوا أخذ الشيك أو السند يعتبر قبضا، فالذي أرسل المال بالعملة السعودية أعطوه سندا لقبض المال وتحويله إلى عملة أخرى، قالوا أخذ السند جاري مجرى القبض، وهذا فيه نظر، والأقرب أنه ما حصل التقابض لأنهم صرفوه والمال ما أخذه، سيأخذه شخص آخر في وقت آخر، فالذي سلم المال في بلدة والذي يستلم الصرف في بلدة أخرى في وقت آخر، فهم أخذوا عملة سعودية وسيعطونك باليمني في وقت آخر في بلد آخر، فليس هناك تقابض. وعلى هذا فمن أرسل بعملة أخرى فيأخذها بنفس العملة، ما يحتاج إلى أخرى، فمن أرسل بعملة فيأخذها بنفس العملة، فمن أرسل بعملة فيأخذها بنفس العملة، فإن حولوها هم بأنفسهم إلى عملة أخرى فلا تأخذها، وإن خيرك الصراف بأي عملة تريد فأنت قلت له أعطني باليمني، في هذه الحالة صرفتها أنت في نفس المجلس وتقابضت معه في نفس المجلس، فليس هناك إشكال فيجوز هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.